يوم 24 نوفمبر الجامعة الوطنية القطاع العادل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشعوب بالمغرب تعقد مؤتمرها الوطني الثالث تحت شعار جميعا من أجل تنزيل ناجع للتنظيم القضائي وإقرار نظام أساسي منصف. بطبيعة الحال هذا المؤتمر يأتي في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة الوطنية للقطاع العدل، ويؤكد احترام الجامعة للخيار الديمقراطي من خلال تجديد هياكلها سواء الوطنية أو هياكلها المجالية. اليوم نشهد مؤتمرا متميزا ولله الحمد بحضور ما يناهز أو يفوق 300 مؤتمر يمثلون مختلف يعني محاكم المملكة وأيضا المرافق التابعة لوزارة العدل من إدارة مركزية ومن مديريات فرعية ومراكز للحفظ والأرشيف. هؤلاء هم مندوب الأعضاء على المستوى الوطني الذين إن شاء الله تعالى سينتخبون قيادة جديدة للجامعة والتي ستدبر المرحلة المقبلة. وبطبيعة الحال في المؤتمر سنقف على أهم المنجزات التي حققتها الجامعة في القطاع سواء على مستوى ما يتعلق بوزارة العدل أو ما يتعلق بالمؤسسة المحمدية باعتبارها مؤسسة تتكفل بالجانب الاجتماعي لموظفي قطاع العدل. بطبيعة الحال وقفنا في الكلمات الافتتاحية أو في هذه الجلسة الافتتاحية اللي حضرها واحد العدد ديال ممثلي يعني المسؤولين بالوزارة وبالمؤسسة المحمدية وبالسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وبعض المحاكم رؤساء المصالح ببعض المحاكم، وقفنا على بعض المنجزات باختصار شديد. لكننا إن شاء الله تعالى أثناء الجلسة العامة التي ستركز على تقديم تقرير أداء المكتب الوطني سنفصل فيها، وأكدنا من خلال كلمتنا الافتتاحية على تتميننا لأجواء الحوار داخل وزارة العدل، وأيضا نتطلع إلى أن تفضي الحوارات التي فتحناها مع السيد وزير العدل إلى نتائج أخرى ومكتسبات جديدة لموظفي القطاع إن شاء الله تعالى. وبطبيعة الحال الحوار الجامعة مؤمنة بالحوار دائما، وستستمر في هذا الخيار حتى تحقيق المزيد من المكتسبات لموظفي القطاع إن شاء الله تعالى. أخت خديجة قرزو، عضو المكتب الوطني بالجامعة الوطنية للقطاع العدل، عضو اللجنة المنظمة الساهرة على تنظيم المؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية للقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. اليوم ونحن نخلد هذه المحطة التنظيمية بامتياز وهي الهامة في المسار النضالي للجامعة كنقابة قطاعية بقطاع العدل، اخترنا لها كشعار جميعا من أجل تنزيل ناجع للتنظيم القضائي وإقرار نظام أساسي منصف. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه المحطة وأن يوفقنا لما يحبه ورضاه، وإن شاء الله نتمنى المرحلة المقبلة أو هذا المؤتمر يفرز قيادة جديدة التي ستواصل المسار النضالي للجامعة وتمضي قدما بإذن الله من أجل تحقيق الملفات المطلبية للجامعة الوطنية للقطاع العدل داخل القطاع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المجيد كوبي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع العدل. أولا كنرحبوا بكم في هذه المحطة التنظيمية اللي هي المؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية. هذه المحطة التنظيمية غتكون مناسبة ديال المكتب الوطني من أجل تقديم تقرير الأداء حول هذه المرحلة المنصرمة، وأيضا بعد المناقشة ديال تقرير الأداء والتقرير المالي غتكون مناسبة أيضا لانتخاب الهياكل الجديدة للجامعة الوطنية للقطاع العدل، طبعا وخصوصا على مستوى الكاتب الوطني ونوابه، ثم استكمال بقية الهيكلة بأعضاء المكتب الوطني. أيضا محطة المؤتمر هي مناسبة
لتجديد الدماء وتجديد التواصل مع المناضلين الذين قدموا من مختلف محاكم المملكة. ستكون أيضا مناسبة لاستشراف النواة الرئيسية للملف المطلبي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وخصوصا في المشهد المتعلق بتنزيل التنظيم القضائي وإقرار نظام أساسي منصف لهيئة كتابة الضبط والإدارة القضية بصفة عامة. إذا مرة أخرى نرحب بكم في هذه المحطة التنظيمية التي نتمنى إن شاء الله أن تكرس دور الهيئات التنظيمية والهيئات الممثلة لهيئة كتابة الضبط والإدارة القضية بصفة عامة على مستوى وزارة العدل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.